معي عبر الهاتف من لندن الأستاذ حسن راضي، مدير مركز الأحواز للإعلام والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك سيد حسن. بعد اطلاعك على تفاصيل الحادث، كيف تفسر استهداف المسلحين لعرض عسكري من المفترض أن يكون مؤمن من قبل قوات الأمن؟ وهل من ترجيح أن ذلك قد يكون اختراق من الداخل؟ بطبيعة الحال طبعا هذه العملية العسكرية النوعية والكبيرة التي استهدفت العرض العسكري الإيراني والمكون من الجيش الإيراني وأيضا الحرس الثوري الإيراني، وفيه عدد من المسؤولين، اثنان من أعضاء مجلس الخبراء القيادة الإيرانية وممثل الخامنئي في الأحواز، هذا يدل على أن هناك ضعف كبير في الأمن الإيراني، هناك اختراق، ويدل على أنه هذه العملية كان مخطط لها مسبقا من قبل يعني مجموعات أحوازية، حيث يعني أعلنت المنظمات السياسية الأحوازية أن هذه العملية هي عملية للمقاومة الأحوازية ردا على القمع يعني السياسات الإيرانية بحق الشعب العربي الأحوازي، بعدما أغلقت كل نوافذ العمل السياسي أو العمل السلمي المطالب بالحقوق المشروعة. طيب كيف ستكون تبعات هذه الحادثة من قبل النظام الإيراني؟ طبعا النظام الإيراني قام يعني الآن باعتقالات واسعة في صفوف الشباب الأحوازيين بتهمة ارتباطهم بهذه العملية من جهة، وأيضا حاول النظام الإيراني أن يربط هذه العملية بداعش وقال أنه داعش وراء هذه العملية، بعد تخبط طبعا كبير من قبل النظام الإيراني عن الجهة التي استهدفت هذا، وأيضا توازيا مع الإعلان الإيراني قامت داعش أيضا بإصدار خبر التبنية لهذه العملية، لكن هذا يكشف التعاون الموثوق بين إيران من جهة وبين داعش من جهة أخرى لخدمة مصالح إيران، حيث قالت داعش أنه هذه العملية من تبنيها، ولكن كانت في معلومات مغلوطة كبيرة ضمن أخبار داعش، وقالت أنه حسن روحاني الرئيس الإيراني كان متواجدا في العرض العسكري، حيث كان الرئيس الإيراني متواجدا في العرض العسكري في طهران وليس في الأحواز، وهذا يثبت أنه داعش ليس لديها أي معلومات عن المكان المستهدف، وإعلانها ليس يعني خدمة لإيران ليس إلا ومن جهة، وهذا من جهة، من جهة أخرى داعش يعني لم تضرب العمل، لم تضرب إيران لحد الآن، لم تضرب يعني جهات عسكرية، بل تقوم بتفجيرات انتحارية في صفوف المواطنين وتستهدف المنطقة العربية والمجتمعات العربية، وهناك تحالف وترافق واضح بين إيران من جهة وداعش من جهة أخرى. من لندن الأستاذ حسن راضي، مدير مركز الأحواز للإعلام والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.